تعالى ننتقل من هذا الخبر إلى خبر جيد يعجبك ويبسطك أنت المواطن بقى، مش بس المشاهد وخلاص، لا أنت المواطن في حياتك. الشهر العقاري، كلنا بنتعامل مع الشهر العقاري في مختلف المناحي في حياتنا اليومية، العربية والعقار والبيت والشقة، نقل الملك، حاجات كتير جدا. مجلس النواب النهاردة في جلسته العامة وافق مبدئيا على تعديل قانون الشهر العقاري. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا يوسف بيه. ازاي الصحة؟ مساء الخير على السادة المشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الأولى. مساء النور يا فندم. دكتور، يعني قول لنا ايه هي أبرز التعديلات اللي تمت الموافقة المبدئية عليها النهاردة من السادة النواب بالمجلس؟ أبرز التعديلات في القانون 114 لسنة 46 فصل أداء الضريبة عن تسجيل العقارات. عظيم. طيب كانت عندي إيه؟ كان عندنا إجراءين، بيتم بسد الضريبة وبسجل. لا، دلوقتي أصبح الفصل ما بين سداد الضريبة والتسجيل، وأصبح الشهر العقاري معني بالتسجيل وغير معني بسداد الضريبة. أي من الضريبتين؟ في ضريبة تصرفات وفي ضريبة في ضريبة عقارية. ضريبة التصرفات العقارية. يبقى أصبح دلوقتي الفصل في قطاع الشهر العقاري ما بين التسجيل والتحصيل. عظيم. أصبح في فصل. ويقوم الشهر العقاري دوره قاصر على تسجيل العقارات فقط. كويس جدا. فقط ده ما تم التوافق عليه النهارده؟ تم التوافق عليه النهارده. عظيم، ايه تاني؟ تاني حاجة، عدم اشتراط تسلسل ملكية حتى يتم إجراءات التسجيل. أنا عندي حلقات عرفية كتير. أيوه. بائع لبائع، بائع لبائع لبائع لبائع. صحيح. تتعدد حلقات البيوع العرفية حتى أصل للمنتفع الحالي اللي عايز يسجل. كان في القانون القديم يقول هات كل اطراف هذه الحالات العرفيه يوقعوا، او هات منهم توكيلات. لا، في هذا التعديل الجديد اصبح لا يوجد هناك شرط اساسي لتسلسل الملكيه حتى اصل المنتفع. وأدخلنا طريق جديد للتسجيل، وهو التسجيل عن طريق الحيازة الطويلة والقصيرة المكتبة للملكية. عظيم جدا. يبقى تاني نقطة مهمة جدا جدا بنتكلم فيها، مفيش تسلسل ملكية، في طريق جديد للتسجيل وهو الحيازة 5 سنوات للوحدة أو للعقار بنية التملك، ويؤيدها مستند عرفي هنقل بها ملكية. كويس يعني جدا. يا فندم، واحد مقيم في شقة مع بيع لهذه الشقة، وليه عنده شهادة ميلاد، عنده إيصال كهرباء، عنده إيصال غاز، عنده حكم صحة توقيع، كل هذه الأمور تؤيده في 5 سنين هنقل هذه الملكية. كويس. وضعنا سقف زمني للإجراءات يتم نقل الملكية بموجبها مدة قد يا فندم؟ 37 يوم حد آخر. يعني انا دلوقتي مش هقدم طلب واقعد استنى سنه او سنتين للتسجيل. ايوه. لا، حتى في زمن 37 يوم يكون مع سعادتك العقد المسجل لو مسنداتك كامله. كويس جدا. تم وضع عقوبه مشدده في حال تقديم اوراق او مستندات مزوره. عظيم. اي شخص هيقدم مستند مزور او بقصد التسجيل هيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة حد أدنى سنة وغرامة 50,000 جنيه. كويس. ودي لم تكن موجودة في قوانين سابقة. موجودة. ده الظرف مشدد عشان الإجراءات تبقى صحيحة وسليمة، وأي شخص يفكر 100 مرة قبل ما يتقدم للشهر العقاري من صحة الإجراء ومن صحة الورق اللي تحت إيديه. كويس جدا برضو. ايه تاني؟ اخطر نقطة بقى يا فندم، لغينا مرحلة من مرحلة المقبول الشهر. انا كان عندي في نقل الملكية مرحلتين، مرحلة المقبول ومرحلة المشروع. مرحلة المقبول دي كانت بتتم بمراجعات واوراق ومرحلة كاملة، ثم مرحلة المشروع. اكتفينا بمرحلة واحدة وهي مرحلة المشروع لنقل الملكية، ولغينا مرحلة المقبول. كويس، ماشي. تم الغاء 4 مواد في القانون 14 كانوا عقبة أمام
التسجيل وامام نقل الملكيه وهي الماده 24 26 29 34 من القانون 114. هذه المواد تم الغائها بالكامل. واللي كانت فحواها ايه؟ المواد دي كانت الماده 24 كانت بتتكلم في ايه؟ في مده الطلب، كان يقول مده الطلب سنه ويجوز مد هذه المده سنه اخرى. يبقى سنتين. دون ان يقدم مستندات. يعني كان يفضل الطلب قائم حاجز اسبقيه في الشهر العقاري مده سنتين بدون ما يقدم اي مستندات. لا، احنا قلنا هيقدم الطلب مرفق به بالمستندات ويتم نقل الملكيه في خلال 37 يوم. يبقى مفيش داعي بقى ان انا اقعد سنه وسنتين. طيب دكتور، يمكن انا لاحظت انه بعض من الساده النواب كان بيتكلم كمان على تسجيلات العقارات في الشهر العقاري داخل ما يطلق عليه المجمعات السكنيه او الكومباوندز، لكن كانت بتصادف دائما عقبه، وهي انه المطور لسه ما سددش كامل المبلغ المستحق على قطعه الارض لهيئه المجتمعات. أما المشتري نفسه فهو اشترى الشقة أو البيت أو الفيلا أيا كان الوصف وخلص كافة الأقساط بتاعته، ولكن مش قادر يسجل لأنه المطور لم يقوم بكامل السداد. شوف يا فندم، خلينا نتكلم إن القانون التملك في المجتمعات العمرانية هو القانون 27 لسنة 2018 هو مش معني بالتعديل، المعني بالتعديل هو القانون 114 لسنة 46. أيوة. اللي احنا بنعدله ده. عارف. أما في شأن قانون 27 سنة 2018 اللي هو التسجيل في المجتمعات العمرانية، ففي محاولات وفي مراحل لتعديل بعض الأمور. معالي وزير العدل دلوقتي شغال على هذا الملف بشأن هذا التعديل وإجراء كل ما هو لازم في شأن قانون التملك في المجتمعات العمرانية الجديدة. معالي وزير العدل مولي وجهه شطر الشهر العقاري في قوانين الشهر العقاري، انتهى من تعديلات وبنشكر الحكومه على هذا التعديلات في القانون 114، والمرحله القادمه هي مرحله القانون 27، ثم المرحله الثالثه وهي مرحله قانون السجل العقاري. باذن الله باذن الله. طب اخيرا يا دكتور، بما ان احنا دلوقتي نعيش في عصر الخدمات الرقميه، هل اقدر اقول انه كل ما هو متعلق بخدمات الشهر العقاري في جمهوريه مصر العربيه اصبح موجود اونلاين، ولا لا زالت هناك بعض الخدمات اللي بتخلي الجمهور او المواطن لازم يروح لمقر الشهر العقاري؟ حاليا توجد بعض الخدمات اونلاين وتوجد بعض الخدمات يدويه، ولكن معالي وزير العدل واضح خطه اللي هي خطه 22 ومسميها معالي كده زيرو دفتر، خطه زيرو دفتر. هذه الخطه في نهايه 22 سوف نشاهد اغلب مكاتب الشهر العقاري ان لم يكن 90% من جميع المكاتب مميكنه ومطوره واغلبها شغاله على الاونلاين. اللي هي بنسميها خطه مع الوزير بيطلق عليها خطه زيرو دفتر، يعني خطه 2022 زيرو دفتر. خلاص كده تلغى الدفاتر باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك.